العديد من التفاصيل الميدانية لا سيما تلك الجارية بالحديدة. معنا من مديرية حيران موفد العربية هاني صفيان. أهلا بك هاني بنشرة الرابعة. ما هي التفاصيل حول التعزيزات التي تم استخدامها إلى الحديدة وكذلك أيضا تفاصيل المعارك والاشتباكات هناك؟ سأتحدث في البداية عن الحديدة. هذه ليست التعزيزات الأولى التي تقوم بها وتدفع بها التحالف لمساندة الجيش اليمني هناك وتحديدا لواء العمالقة. خاضت معارك سابقة وسيطرت على مواقع اللي كانت تخضع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. طبعا تلك التعزيزات هي عبارة عن آليات ومدرعات كبيرة وكذلك إضافة إلى عدد من الدبابات والمدفعيات. وعندما نتحدث عن هذه التعزيزات فإن التعزيزات قد اقتربت من المواقع التي تخضع تحت سيطرة الميليشيات بعد أن تم تأمين المنطقة التي تتواجد فيها الآن من الألغام التي كانت زرعتها الميليشيات الحوثية والعبوات الناسفة، وكذلك بعد تأمينها من خطر القذائف التي كانت تطلقها الميليشيات الحوثية على هذه المواقع. طبعا هذا بدليل أن هناك عملية سوف تسفر خلال اليومين القادمين سوف تنفذ خلال اليومين القادمين، وأيضا إضافة إلى تحذير التحالف للمواطنين الذين يستخدمون الطريق المؤدي من الحديدة إلى صنعاء، ومحاولة الميليشيات الحوثية أيضا دفع المواطنين وإجبارهم على هذا الطريق كون أن الحديدة تسيطر عليها الميليشيات الحوثية وأيضا حاصرتها وسورتها بالكامل ليكون مدخلا واحدا لهذه المحافظة ومدخلا واحد لهذه المدينة، ما تجبر أيضا المدنيين إلى الخروج والدخول عبر مدخل واحد حتى خوفا ورهبة من مواجهة الجيش اليمني بدعم من التحالف. طبعا هناك انتشار كبير للقناصة الميليشيات الحوثية، هناك اختفاء واختباء كبير وكثيف من الميليشيات الحوثية داخل المباني وأيضا المنازل في داخل الحديدة، وجعلت المدنيين كدروع بشرية. طبعا يعي التحالف ويعي الجيش اليمني بخطورة الموقف وما قد يدفعه بتنفيذ عمليات نوعية بسبب هذا الأمر مثل ما فعل في المناطق التي حررها سابقا من تنفيذ لعمليات نوعية سواء في الحجة أو كذلك في صعدة، ولعل أن أقرب مثال هي مديرية حيران التي يقطنها أكثر من 20,000 نسمة، كيف استطاع الجيش اليمني دخولها وكيف استخدم الميليشيات الحوثية المدنيين كدروع بشرية وتمكن من تحريرها والسيطرة عليها حتى الوصول إلى مثلثي عاهم. طيب بالنسبة للتطورات الأخرى هاني، سواء ما يحكى عن احتجاز سفن بميناء الحديدة وكذلك أيضا تطورات بالمناطق الأخرى بدقيقة لو سمحت. تحديدا أن الميليشيات الحوثية حرمت المواطنين اليمنيين من الغذاء والإغاثة، أيضا نتحدث عن الإغاثة سواء من مركز الملك سلمان الإغاثة والأعمال الإنسانية والتحالف، أو الإغاثة أيضا القادمة من الخارج، وأيضا من خلال الدفع بالمقابل المالي لحصول على هذا الغذاء واحتجاز السفن في ميناء الحديدة. طبعا في رحلة سابقة كنا قد غطاتها العربية شاهدنا السفن التي كانت تحتجزها الميليشيات الحوثية منذ سبتمبر الماضي وتم توثيقها، وأيضا شاهدناها في تقارير ماضية. الميليشيات الحوثية تحاول الضغط على المواطنين وانتهاكاتهم من خلال سواء من الغذاء وحرمان من الغذاء أو حتى داخل منازلهم وداخل مناطقهم. شكرا جزيلا لك هاني على هذه المداخلة معنا من مديرية حيران. إذن موفد العربية هاني صفيان.